شفتوا الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن لما جاله سؤال عن وجود وزارة للمرأة؟ رد قال أنا وزير المرأة. طب والله يا ريس احنا يشرفنا انك تكون المسؤول الأول عن ملف المرأة، يشرفنا يا ريس ان الست المصرية في عهدك اتكرمت ووصلت لمكانة كبيرة. أول ست مسكت منصب المحافظ كانت في عهدك لما تعينت المهندسة نادية عبده محافظة للبحيرة. أول مرة في حكومة مصرية يبقى فيها ست وزيرات بيسموها حكومة الست ستات، فيهم وزارتين أول مرة في تاريخهم تمسكهم ستات. إيه الحلاوة دي يا ريس؟ إيه الثقة في قدراتنا دي؟ الموضوع كمان مش مناصب وناس كبيرة بس، الريس دلل على كلامه أكتر من مرة لما استقبل كل واحدة ناجحة وكرمها. حد ينسى لما زار ضحية التحرش في التحرير واعتذر لها؟ حد ينسى لما كرم الحاجة زينب اللي اتبرعت بحلقها لصندوق تحيا مصر؟ ولا الحاجة صيصة الست اللي بميت راجل اللي عاشت 40 سنة من حياتها لابسة لبس الرجالة وعايشة عيشة الرجالة، برضو الرئيس كرمها. نفتكر كده أسماء من الناس البسيطة الجميلة اللي الرئيس كرمها وراح لها وجابها لحد عنده، منى السيد والحاجة سبيلة وغيرهم كتير جدا. علشان كده احنا مبسوطين ان حقوقنا في ايدك يا ريس، وعارفين اللي عندك ما يضيعش، وزي ما انت واثق فينا بالشكل ده احنا كمان هنرد الجميل. كل ستات مصر هترد الجميل ان شاء الله.